بأمانة كده إسلام، يعني وانت صغير انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا عارف فما تكذبش. لا انا شاك ما اكذبش والله العظيم. انا بص انا عيلتي كلهم اهلاويه، بس انا كنت بحب الكوره، ماليش بقى اهلي ولا زمالك. انا لما روحت نادي ناشئين نادي الزمالك، انا زملكاوي بحب النادي، روحت الزمالك. لما مشيت حسيت اللي هم ظلموني، حسيت اللي هم ايه يعني جم عليا، كان في ناس بتلعب. يعني انت زملكاوي في وسط اهلاويه؟ في وسط ولا طلعت اهلاوي معاهم وابتديت الزمالك ياخدك؟ لا لا انا كنت لما انا كنت انا وانا رحت وانا الزمالك وانا صغير، رحت عندي 16 سنه، يعني كنت لسه ما اعرفش بقى يعني اهلي وزمالك وكده. لما انا رحت حسيت ان انا ايه، لما مشوني بالطريقه دي، اللي في يعني في ولاد مدربين كبيره موجودين في النادي، يعني يا رب يعني مش عايز اقولها، يعني ما يعني مش عارفين يباصوا، ومشوا كذا لعيب، مشوا كذا لعيب تاني، اللعيبه دلوقتي موجوده يعني. بس هو ده اللي ضايقني. كنت الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي على فكره. لا لا ما بيحصلش، فيش كلام دلوقتي خالص في النادي، اللي هو ولاد ابن مين. انا يعني انا لا مش موجود. بس انا لما مشيت حسيت اللي هم ظلموني، كنت لا كنت زعلان. بس لا انا اسلام زملكاوي، وانا بحب النادي، والنادي ده خيره عليا لما اقدرش. الاهل ولا لسه؟ لا 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 زي ما هم. الاهل امي دلوقتي، يعني لو امي واختي واخويا. اخويا اصلا يعني كان ما فيش ماتش اهلي ما بيروحوش، بس دلوقتي هو مع اخوه وخسر ناس كتير قوي بسبب الموضوع ده. لا والله. اه والله العظيم احمد، قلبت العيله. اه العيله كلها. انا كده كده خالي زملكاوي صرف، يعني ده زملكاوي في الدنيا. شوف حلو الحش فلفل وشط، وبنت خالتي مش وحش، وجوزها في كذا حد. على فكره عايز اقول كل البيوت المصريه فيها اهلي وفيها زمالك. اه فيها اهلي وفيها زمالك، ده طبيعي يعني. بس احنا بحب اوضح بس للناس. لا 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 هما دلوقتي يعني امي دلوقتي كان حصل مشكله قبل كده، احكي لك الموقف ده. انا خالتي اهلاويه وجوزها وعيالها كلهم اهلاويين جدا. لقيتهم منزلين حاجه كده بوست على الفيسبوك، اختي شافتهم مسكتهم بقى خناقه، انت بتكتبي على اسلام مش عارف ايه، وقرايب يعني اختي وخالتي، واتخانقوا مع بعض، قعدوا مثلا شهرين ما يكلموش بعض. لا والله بسبب، اقسم بالله بسبب العيال. يعني فرحانين بيك؟ لا طبعا يعني اختي ودولت اغلى حاجه عندي في حياتي، اختي وابويا امي هنا وليلي واولاد اختي احمد ربنا يكرمه، وجايب حمزه ومراته طبعا كوكي وعمي، دولت اغلى حاجه عندي في حياتي، دولت اللي هم قريبين مني قوي يعني اللي في العيله يعني.